لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في عالم الرياضة. قبل البداية أدعوكم إخواني الكرام للإعجاب بالفيديو وكذا مشاركة تعليقاتكم وآرائكم معنا تشجيعا لنا. إليكم أبرز العناوين: المدرب وليد الركراكي يعلنها رسميا بعد تعاقده مع الوداد الرياضي. الوداد الرياضي يتلقى عرضا ماليا كبيرا بخصوص اللاعب وليد الكرسي للانتقال إلى الدوري القطري. مهاجم دولي من ليبيا على طاولة سعيد الناصيري بالميركاتو الصيفي الحالي. وفي خبر عاجل، المهاجم الأوروغوياني جاستون سيرينو يقترب من التعاقد مع الوداد الرياضي في صفقة الموسم للنادي الأحمر. تعاقد نادي الوداد الرياضي رسميا مع الإطار الوطني وليد الركراكي لخلافة المدرب التونسي فوزي المنزرتي، والذي انتهى عقده مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الكروي الماضي. وقال الإطار الوطني وليد الركراكي عبر حسابه الرسمي: سعيد جدا بتعاقدي مع الوداد الرياضي، والذي يتوفر على جمهور استثنائي بالدوري المغربي. وأضاف المدرب وليد الركراكي بعد تعاقده الرسمي مع الوداد الرياضي: أتمنى النجاح مع كل مكونات النادي الأحمر، بداية من اللاعبين والطاقم التقني والمسيرين، بالإضافة للجماهير الودادية، وذلك من خلال تحقيق الألقاب الموسم القادم. حسم سعيد النصيري أولى صفقاته الصيفية بضم اللاعب رضا الشعدي قادما إليه من الفتح الرباطي خلال الميركاتو الصيفي الحالي. وأكدت بعض المصادر أن سعيد النصيري جالس رضا الشعدي لاعب الفتح الرباطي، مؤكدا أن الطرفين توصلا إلى اتفاق يقضي بانتقاله إلى النادي الأحمر بداية من الموسم الكروي القادم. وأضافت المصادر أن قيمة الصفقة المذكورة بلغت 200 مليون سنتيم، مؤكدا أنه من المقرر أن تجمع جلسة أخرى بين الطرفين في الساعة المقبلة من أجل إتمام الصفقة. ويشغل اللاعب رضا الشعدي مركز متوسط الميدان، ويعتبر من أبرز اللاعبين بالدوري المغربي في السنوات الأخيرة. أجرى الزمالك المصري أولى محادثاته الرسمية مع وليد الكرسي لاعب الوداد الرياضي، وذلك من أجل انضمامه إلى الفريق المصري خلال مرحلة الانتقالات الصيفية الحالية. وأكدت بعض المصادر أن فريق الزمالك المصري عرض على اللاعب وليد الكرسي عقدا رسميا يمتد إلى 3 مواسم قادمة في أول تواصل رسمي بين الطرفين، وذلك في انتظار حسمه المفاوضات مع إدارة الفريق الأحمر برئاسة سعيد النصيري. وأضافت المصادر أن اللاعب وليد الكرسي أعطى موافقته الأولية لمسؤولي الزمالك من أجل التفاوض رفقة الوداد الرياضي للتعاقد معه بالميركاتو الصيفي الحالي، حيث أكد رغبته في الانتقال لنادي الزمالك المصري في الموسم القادم. تلقى الوداد الرياضي عرضا رسميا من فريق قطري من أجل التعاقد مع اللاعب وليد الكرسي بالميركاتو الصيفي الحالي. وأوضح مصدر ودادي مسؤول أن الفريق القطري قدم عرضا ماليا يقدر بمليار و200 مليون سنتيم، وذلك للتعاقد مع اللاعب وليد الكرسي، إلا أن الأخير رفض فكرة انتقاله إلى الدوري القطري في الموسم الرياضي القادم. وأوضح أن اللاعب وليد الكرسي حسم قراره بالانتقال إلى الزمالك، وينتظر إنهاء المفاوضات بين الوداد الرياضي والفريق المصري، حيث يرغب في اللعب بدوري أبطال أفريقيا الموسم القادم، كما يرغب في ضمان المشاركة رفقة المنتخب المحلي في بطولة كأس العرب. بات المهاجم الدولي المغربي أيوب الكعبي ضمن اهتمامات نادي إماراتي خلال مرحلة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك مع اقتراب نهاية عقده مع الوداد الرياضي بنهاية الشهر الحالي. وأكدت بعض المصادر أن المهاجم أيوب الكعبي أصبح ضمن اهتمامات نادي بانية الإماراتي خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك بعد المستوى الجيد الذي قدمه رفقة النادي الأحمر هذا الموسم، مما جعله محط اهتمام نادي بانية الإماراتي. وينتهي عقد المهاجم أيوب الكعبي رفقة الوداد الرياضي، وذلك في انتظار موقفه لتجديد عقده مع النادي الأحمر، حيث عبر سعيد النصيري عن رغبته في استمرار أيوب الكعبي لموسم إضافي مع الوداد الرياضي. طالبت الجماهير الودادية سعيد النصيري بالتعاقد مع لاعب دولي من ليبيا خلال مرحلة الانتقالات الصيفية الحالية. وطالبت الجماهير الودادية سعيد النصيري بالتعاقد مع إبراهيم بودبوس لاعب نادي أهلي بنغازي أحد أندية الدوري الليبي بالميركاتو الصيفي الحالي. وأكدت الجماهير الودادية أن اللاعب المذكور من شأنه أن يكون نسخة مطابقة لمواطنه مؤيد اللافي، الذي يعتبر من أفضل اللاعبين بالنادي الأحمر.
حيث طالبت الجماهير الودادية بالإسراع في التعاقد مع اللاعب المذكور على اعتبار أنه يعتبر من أفضل اللاعبين في الساحة العربية، وذلك بالنظر إلى المستوى الذي قدمه رفقة فريقه الموسم الماضي. وترغب الجماهير الودادية في التعاقد مع إبراهيم بودبوس الذي سيقدم الإضافة للفريق الأحمر كما هو الحال بالنسبة لمواطنه مؤيد اللافي، لكن تبقى مسألة التعاقد مع إبراهيم بودبوس متوقفة على موافقة المدرب وليد الركراكي الذي يعتبر المسؤول الأول عن انسداب اللاعبين بالميركاتو الصيفي الحالي. أكد اللاعب الأوروغواياني جاسون سيرينو مهاجم نادي ماميلودي سان داونز الجنوب أفريقي أنه يكافح من أجل إقناع ناديه لتحقيق حلمه بالانضمام لأحد أندية شمال أفريقيا. وتمنى جاسون سيرينو التوصل لاتفاق نهائي من أجل انضمامه للوداد الرياضي أو نادي الأهلي المصري خلال الميركاتو الصيفي الحالي. وأكد أن مسؤولي النادي الأحمر تواصلوا معه من خلال بعض الوسطاء مع تقديم عرض رسمي لضمه في الوقت الحالي، موضحا أنه كانت هناك اتصالات في بداية الموسم ولكن نادي ماميلودي سان داونز الجنوب أفريقي رفض بيعه للنادي الأحمر. ويعتبر المهاجم جاسون سيرينو من أبرز اللاعبين في القارة الأفريقية حيث يقدم مستويات جيدة رفقة نادي ماميلودي سان داونز الجنوب أفريقي، وفي حال انتقاله للنادي الأحمر سيكون صفقة مربحة في خط هجوم الوداد الرياضي. تضع الإدارة التقنية للنادي الأحمر مجموعة من اللاعبين ضمن اهتماماتها من أجل التعاقد معهم خلال مرحلة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك لسد الفراغ الذي يعاني منه الوداد الرياضي في بعض المراكز. ويرغب النادي الأحمر في تعزيز صفوفه بلاعبين مميزين حتى يكون جاهزا للمنافسة خلال الموسم القادم، لا سيما أنه سينافس على عدة واجهات أهمها دوري أبطال أفريقيا والبطولة الوطنية. ويسابق الوداد الرياضي الزمن للتعاقد مع لاعبين أجانب بعد رحيل مجموعة من العناصر داخل الفريق على رأسهم المهاجم النيجيري ميشيل باباتوندي.